تعالي تقوم مشتري لو يسرني الاستعمال بتحطي على شعرك من الجذور للأطراف سواء مبلول أو ناشف لمدة 3 دقايق وبعدين تغسليه وما فيش حتى داعي للبلسم. علاج كامل للشعر 3 دقايق بس. شعري عمره ما كان حلو كده، ناعم زي الحرير وبيلمع. وبكده بقيت أعالج شعري كل يوم بباتيكا مايونيز للشعر. كل يوم الصبح بتبدأي يومك بانتعاش، بس خلال اليوم مع الحركة طبيعي وتظهر ريحة عرق.